السلام عليكم ورحمه الله. البنات كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن احال واحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو تاع البقلاوه التركيه الشهيه. نحتاج هنا ورق الفيلو، انا عندي هنا نص كيلو تقريبا، وعندي نص كيلو تاع كاوكاو، خلط وزدت عليه معلقة تاع سكر سنيدة، معلقة صغيرة تاع القرفة، ومعلقة صغيرة ديال الماء زهر. عندي الزبدة دايبة، والسيرو سنحتاج إلى كاس ونصف تاع الماء، كاس ونصف تاع سكر سنيدة، وجوج معالق تاع عصير الليمون. غادي نديرو هاد في واحد الكاسخول، وغادي نحركو شوية، وغادي نحطو على النار تيولي لان السيرو ديالنا بدا تيعقد، وتنخليوه يبرد. نبداو به هو الاول، حيت غادي نخويو على البقلاوه ديالنا ملي نخرجوها من الفرن. نوضعوه على النار، نار مهيله، وغادي نبداو نوجدو هاد البقلاوه التركيه. انا غادي نمشي نخلط هاد الكاوكاو مع هاد السنيده والقرفه والسكر واحد اناك. هو كاوكاو ملي خلطنا، غادي نبدا ندهن اللاطه ديالي بالزبده اللي ذوبناها، وغادي نحط هذاك ورق الفيلو. غنحط واحد الطبقه ديال ورق الفيلو، غادي ندير وحده ندهنها بالزبده، عاد ندير مقدسمر بحال هذه الطريقه، تنكمل كاع الورق ديالي. غنقسموا لهاد الورق الفيلو على جوج. الا بغيتو نتوما تكون شويه كبيره هاد البقلاوه، ممكن تستعملوا كيلو ديال هاد ورق الفيلو مع كيلو ديال اللوز ولا كاوكاو، اي حاجه بغيتوها، ولا الكركاع. انا هنا عندي غير 500 غرام ديال لاباط الفيلو، استعملت معاه 500 غرام ديال الكاوكاو. هنا درت وحده ودهنتها بالزبده، وقطعت ديك ورق الفيلو على حساب اللاطا ديالي، ونبدا نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل واحد طبقه، عاد ندير عليها كاوكاو. انتم تبعوا معنا. هذه طريقه سهله جدا اللي توفر عنده هذا الورق الفيلو. تنقدروا نوجدوا به بزاف تاع الحوايج، يجي زوين، تجي زوينه بزاف. هنا من بعد ما درت داك الطبقه، ساليت الطبقه الاولى، غادي ندهن بشويه الزبده، وغادي نحط كاوكاو ديالي. نديرو متساوي، نفرقو كاع على اللاطه ديالي اللي غادي تدخل للفرن اللي مسخن على درجه
200 درجة. وردوا البال دغيا تطيب، حيت ورق الفيلو راه دغيا تيطيب. كان زمينيت ديال الطياب، نديروها لتحت تتحمر ونطلعوها لفوق. هنا وجدت الطبقة الأولى، ضروري الزبدة ما بين هاد الورق الفيلو. هنا دابا غادي نحط الكاكاو ديالي. نتوما الا عندكم لوز استعملوه، ولا الجوز، ولا دخلتوا اللوز مع القرقاع، ولا البيستاش، اي حاجه متوفره عندكم ممكن تعمروا بها هاد الورق الفيلو. غادي نقادو باش يجيني مقاد في العماره. صافي، هنا غادي نبدا نحط طبقة تانية من ورق الفيلو. غادي نحط جوج ورقات وغادي ندهنها مزيان بالزبدة، ونبقى على هاد الطريقة حتى نكمل كاع الورقات اللي عندي. نخليكم مع الطريقة. هنا من بعد ما كملت كاع الطبقه ديالي ودهنت الفوق بالزبده، غادي نبدا نقطع. غادي نقطع على شكل طولي. انا هنا استعنت بواحد المسطره باش يجيوني مقادين. غادي نقطعو بحال هذا الشكل. خليكم مع الطريقه باش تفهموا كيفاش غادي يخرج لنا هاد البقلاوه. ها هي البنات، من بعد ما قطعتها على شكل طولي غادي نبدا نقطعها على الاتجاه المعاكس بحال هذا الشكل، باش يجيونا بحال المعينات وشكل البقلاوه التقليديه. نخليكم مع الطريقه باش تفهموا كيفاش. نتمنى تجربوها، وما تنسوناش من التعليق واللايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. تجي زوينة البنات، نتمنى تجربوها. اللي متوفر عنده هاد الباط فيلو هنا
هي من بعد ما قطعتها تيكون الشكل ديالها بحال هذا الشكل. ودابا غادي نمشي ندخلها للفران. هي ملي خرجت من الفران ونتحمرت تيكون اللون ديالها بحال هذا الشكل هذا. وتن نخوي عليها داك السيرو من بعد ما برد وهي سخونه، غادي نسقيها بداك السيرو تتشرب مزيان. وغنزوقوها بشويه ديال القرقع اللي خلينا اللي هرمشناه شويه باش نذوقو به. يكون المنظر ديالها زوين تيشهي البنات. نتمنى تجربوه وما تنسوناش دائما من اللايك ديالكم. شكرا، خليكم مع طريقة والصور. شهية طيبة.